وهذه القصة من الأدب التركي. فقال الحكيم: سأدعو الذين يتحدثون ويتشدقون عن الإيثار وعن العطاء أولا. ثم دعاهم إلى بيته إلى مائدة كبيرة، وأول ما قدم لهم في بيته من تلك المائدة طلب وأحضر الحساء الشربة، ثم طلب بعد ذلك ملاعق، ولكن هذه الملاعق عجيبة، ليست كملاعقنا التي في منازلنا. الملاعق طولها متر، وأعطى كل إنسان من الذين حضروا في تلك المائدة الذين يتشدقون بمعنى العطاء ولم يجربوه تلك الملعقة، وأخذ كل واحد يغرف من تلك الشربة أو من ذلك الحساء من أجل أن يأكل، واشترط عليهم أن يأكلوا أو يتناولوا ذلك الحساء من تلك الملعقة الطويلة التي تقدر بمتر، فما استطاع واحد منهم أن يوصلها إلى فمه، وما استطاع منهم أحد أن يتذوق تلك الشربة. وقعت تلك الشربة في تلك الطاولة، ووقعت تلك الشربة وذلك الحساء في تلك الملابس، ثم قاموا من الطاولة جياع، وقاموا من الطاولة وثيابهم قد اتسخت. ثم طلب الذين لا يتحدثون بالعطاء، إنما يعيشون مع العطاء، إنما جربوا معنى العطاء، جربوا معنى الإنسانية، ضحوا بأوقاتهم من أجل الآخرين، دعاهم إلى بيته، دخلوا ووجوههم تتلألأ نورا وقلوبهم تطفح سرورا، ثم أعطاهم نفس تلك الملاعق التي أعطاها السابقون الذين أتوا من قبلهم الذين يتشدقون بالعطاء. أعطى كل واحد منهم تلك الملعقة الطويلة وأحضر لهم ذلك الحساء، أخذ كل واحد منهم الملعقة يناول الذي أمامه، يطعم الذي أمامه، والذي أمامه يطعم الآخر الذي أيضا أمامه، حتى أكلوا وشبعوا جميعا وقاموا وهم مسرورون، وقد يعني أكلوا ذلك الحساء ولم تتسخ ثيابهم. ثم وقف ذلك الحكيم قال: إن معنى الحياة ومن قرب مركب هذه الحياة أنه يريد أن يشبع فسيجوع، ومن قرب في معنى الحياة أنه سيشبع أخاه سيشبع أخاه وسيشبعه أيضا. الحياة تتسع لكل شيء، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل في مقومات الكون من المحاصيل ومن الثروات ومن المال ومن النقود والمتاع ما يتسع لجميع البشر، ولكن لا يتسع لأمر واحد، لا يتسع لأطماعهم، ولكن يتسع لهم جميعا. روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أسيد بن الخضير ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله استعملني، استخدمني كما باقي الصحابة، يريد أن يستخدمه في أمر، يريد أن يرسله إلى أمر، يريد أن يقول له افعل كذا. كان الصحابة رضوان الله تعالى حريصين على أن يستعملهم النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة الآخرين، هذا كان همهم وهذا كان دعبهم من أجل أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى بتلبية حاجات الناس، بتلبية حاجات الفقراء والمحتاجين. الشاهد من القصة أن الذي يعمل صالحا هو حجمه عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان في هذه الحياة حجمه بحجم عمله الصالح، أنت حجمك في الحياة بحجم عملك الصالح، ولهذا الإنسان لا يتمنى شيء عندما يرحل من هذه الحياة إلا يتمنى أن يعود إلى هذه الحياة من أجل أن يعمل ذلك العمل الصالح إلى منفعة الناس إلى عطاء الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يريد أن يعود إلى الحياة من أجل أن يعمل صالحا، يريد أن يعود إلى الحياة من أجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهنالك كثير من الآيات في القرآن الكريم التي دائما يعني قرنت بين الإيمان وبين درجة العمل الصالح الذي يتقرب به هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. دائما أكثر الناس سعادة في الكون، أكثر الناس سعادة في الأرض، أكثر الناس سعادة في الحياة هم الذين يضحون بأنفسهم من أجل الآخرين، ولهذا كان الأنبياء هم الذين يضربون أروع الأمثلة، ولذلك يقال إن أعظم من أعطاه هو الله سبحانه وتعالى، أعظم معطي، ولهذا اسمه اسم من أسمائه سبحانه وتعالى المعطي،
المعطي هو الذي يعطي بلا حدود. الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن حلمه ومن كرمه ومن عدله يعطي الإنسان المسلم المؤمن ويعطي الإنسان الكافر، يعطي الملحد المبتعد، يعطي ذلك المجرم، يكرمه بالذرية، يكرمه بالمال، يكرمه بالعطاء، يغدق عليه النعم، يغدق عليه بالإحسان. ولكن فوق ذلك إن تاب أعاده إليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل في الحياة سعة، وجعل هذا الصراط الذي نمشي عليه في هذه الحياة يسع الجميع. كيف يسع الجميع؟ هذا الصراط الذي نمضي نحن فيه، هذه الحياة، دين الإيمان، دين السلام، دين المحبة، هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى يسع كل إنسان، يسع المسلم المؤمن القديم الذي يعبد الله تعالى من 30 عام أو من 40 عام وهو دائما يصلي، دائما يذكر الله، دائما يسبح، دائما يهلل ويهلل، مع الذي تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إليه. تائب من اليوم كان يقترف المعاصي والفجور والسيئات والذنوب، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وهم في نفس الطريق متجهون إلى الله سبحانه وتعالى. من أراد السعادة فعليه بالعطاء، ومن أراد البركة في الذرية فعليه بالعطاء والإحسان، ومن أراد البركة في المال فعليه بالعطاء. فالإنسان يرزق بقدر عطائه للناس. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبشر على الإحسان يا إنسان ترقى، مدى الأزمان والأفعال تبقى، إذا أحسنت للغير ستلقى، من البشرى تفيض بها الحنايا، برضوان الإله من البشائر، لكل الناس في طهر المشاعر، جمعناها بإحساس الخواطر، ونهديكم بها أزكى التحايا. وبشر